اوكي، بس من فضلك اول ما سيادة الوزير يخلص الاجتماع بتاعه يكلمني على طول. شكرا. مع السلامة. انت متوترة ليه؟ مش قلت لك احلها؟ عادي، مكنتش حابة انه ده يحصل بالطريقة دي. انا لا حرامية ولا متهربة من الضرايب. التوتر بتاعك ده ممكن يعمل نتيجة سلبية عند الموظفين. المفروض تتصرفي بهدوء عشان ما حد يشك فيكي، حتى لو عندك مخالفات ما تعمليش كده. بس انا يا دين ما عنديش مخالفات صدقني. انا بقول حتى. ملك هما ماشيين خلاص. اوكي. عن اذنك. ملك. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا سياده الوزير. الله يخليك يا فندم، ما انجلكش في حاجه وحشه. لا لا، موضوع بسيط خالص. تسلم لي يا فندم، تسلم لي. يا فندم بعد اذنك، حضرتك خدت لاب قلت هتشوف فيه حاجه وترجعه لي تاني. ممكن خلاص يا استاذ، انت ما صدقتش ست في الجمله. خلاص هنشوف اللي عليه بعدين بدونك في ايه. الا اذا لو لقينا حاجه كده هنحرز الكلام ده كله وهعمل لكم بيها قضيه تهرب. تهرب ايه يا فندم؟ لو سمحت دي متعلقات الشخصيه، ممكن تجيبها لو سمحت. خلاص يا عمرو، خليهم ياخدوا اللي هم عاوزينه، احنا مش على راسنا بطحه عشان نخاف. ايوه يا ملك، بس دي متعلقاتي لو سمحت. ممكن بقول لك ايه، هي دي ملك الجرحي؟ ايوه. طيب بقول لكم ايه يا رجاله، اتفضلوا انتوا يلا على الاسانسير عقبال ما نروح حمام السيدات. حبكت يا استاذه. ايه ده يا استاذ فيه، انت بتتدخل في حياتي ليه؟ اتفضل حضرتك. حبكت تروح دبليو سي دلوقتي. اتفضل حضرتك. دبليو سي ايه الكلام ده؟ بقول لحضرتك ايه، ممكن كلمتين على انفراد؟ اه قوي قوي، اتفضلي. عمي انا على فكره ده بلاغ كايدي، يعني ملوش اي 30 لازمه. عموما ولا يهمك، ده الكارت بتاعي فيه كل ارقام تليفوناتي وكلها شغاله، كلميني في اي وقت وانا ان شاء الله احل لك الموضوع. شكرا. استاذنك بقى عشان هم مستنين. اتفضل. معلش السؤال بس صغير. اتفضل. هي الحلاوه اللي انت فيها دي طبيعيه ولا طحينيه؟ يا خروشي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه ماموره. ايوه. الشنطه بتاعتك. السلام عليكم.